واخيرا قرينا فري فاير فعلتنا حبايبنا الكرام جوار وجوائز وجوار وكلش كلش مع بعض حبايبنا يعني اشي باللوز لوز تمام تمام ركزوا معي كيف حبايبنا الكرام العب فري فاير روح على جوار ميزة يعني شباب لاعبين فري فاير كلهم معلم راح نلعب اللعبة ونحصل على جواهر مجانية حبايبنا مثل ما انتم شايفين وراح نجيب كثير من الجوائز والهدايا الممتازة هون معنا حبايبنا الكرام طبعا حبايبنا مثل ما انتم شايفين دخلت على حدث منه من شوي اوكي بس طول بالكم معنا خير وضع ريلاكس صلوا الله الحبيب الله يسعد اياكم اللهم صل على سيدنا محمد لا تنسون باللايكات بالشيرات بالبرتاجات حبايبنا الله يسعد اياكم وشي كثير مهم حبايبنا مهم كثير ها شيء كثير مهم حبايبنا شيء كثير مهم صراحه نسيت الشيء المهم بس اتذكر احكي لكم اياه بالمقطع اني باي على ركز باي كيف اوكي حبايبي مثل ما انتم شايفين يا صديقي اول ما ادخل هذا الحدث عندنا اشياء موجوده يا حبايبنا طبعا هذا الشيء جاب الحدث كثير كثير سهل حبايبنا اول شيء في عندكم مهمات اساسيه تمام عندكم هون على اليمين لما تدخل على اليمين شايف هون عندنا مشاركه الكود طبعا مشاركه الكود حبايبنا مثل ما انتم شايفين بتعمل مش مشاركه اوكي طولوا بالكم لما تضغطون على المشاركه حبايبنا مثل ما انتم شايفين عاد بيطلع لك مثل الكود اوكي هذا الكود بتنسخه بتعمل له نسخ وبترسله ل 10 من اصدقائك فهمت علي طول بالك انا اوكي بدي اياكم معلم المتواجدين الشباب يعني بسهل معلم بتجي لهون بتدي انا راح اعمل هذا الشيء بتاخذ هذا الكود بتروح عندك انت الان لما تتابعني بتستخدم هذا الكود وبتجي انت لما تيجي تستخدم بتجي لهون عند استخدام الكود بتستخدم الكود اللي اعطيتك اياه فهمت علي يعني بتقدر تستخدم كود واحد بتحصل على 30 جوهره ونفس الشيء العكس يعني استخدام الكود واللي 10 اللي بيشتري الكود المهم معلم هاي هي ايزي مفهومه اللي بعده عندنا المهمات اليوميه شباب مثل ما انتم شايفين طبعا انا شباب دخلت الحدث يعني بشكل خفيف لطيف على السريع اوكي و وباين عليه يعني ايزي فريزي حبيبي اوكي عندنا هون المهمات اليوميه شباب كل يوم لما تدخل على اللعبه لا تنسى كل يوم معلم كل يوم لما تدخل على اللعبه تحصل على هالمهمات شباب هون عندنا تقريبا بيجي يمكن فوق ال 100 جوهره هون اوكي حبايبنا الكرام تمام اوكي الان حبايبنا الكرام بس اليوم دخلنا عملنا تسجيل دخول حيثنا 10 جوهره تمام اخذنا ال 10 جواهر طبعا شباب شفتوا بعيد لما ناخذ ال 10 جواهر دول بيروح على اليسار لفوق بس ولكن لما تروحون على اليمين من فوق شفتوا هون حبايبنا عندنا هون نزل صار بهذا المجموعه 10 جواهر بس ولكن لما ندخل لهون شباب فوق موجود صفر جوهره ليش انا راح اقول لكم ليش يا اساطير طبعا حبايبنا اوكي اوكي راح ابعد حالي شوي هيك مع اليمين اروح هيك شوي على اليمين اوكي اوكي لما تجمعون الجوهر موجودات فوق حبايبنا فوق على اليسار لازم تجمعوا الجواهر شوي شوي عشان تستخرجوها تمام لما اول ما تدخل على الحدث حبايبنا في شيء كثير مكتوب ركزوا معي كيف اذا استخدمت استخراج 100 توكن سيتم ارسال 100 توكن فقط الى محفظه الحدث الخاص بك او اذا استخدمت 300 توكن سيتم ارسال 300 زائد 100 يعني شباب انتم شو بتعملوا؟ بتنتظروا بتنتظرون ال 300 توكن عشان تحصلوا على 100 توكن اضافي طبعا شباب التوظيف معلم دري رمضان صايم حبيبي والله التوظيف الشرح مو بلوس بس ولكن الشرح يعني الحدث خفيف لطيف وكثير مفهومه سهل وبلوس هي رجع حالي على الكاميرا اوكي رجعت حالي اوكي تمام الان شباب بعد ما جمعنا كل التوكن وبعد ما ضبطنا كل هالشغلات اوكي بدنا ندخل نشوف اللي يعني الاشياء الجواز رح نحصل عليها اوكي تعالوا نشوف حبايبنا طبعا شباب بما انه يعني رح انا هو بس رح يعني بدنا نشرح لكم الحدث تمام ندخل على المتجر شباب في كثير اشياء بالحدث في كثير عناصر واشياء يعني اللي بدك اياها تقدر تاخذهم بطاقات ما بطاقات وكثير والرقصات طبعا شباب الصراحه الرقصات كمان موجود يعني في تقريبا تطور كم رقصه 1 2 3 4 5 10 14 رقصه حلو بتقدر تجي على الحزب كمان على الحزب هون في حزب يعني سكنات يعني موجوده اوكي مثل ما انتم شايفين بس ولكن شايف هون عندنا لحيه جديده كمان ما يمكن ما عندي هاللحيه ساحر الليل ما اعرف شو نشوف هاللحيه طول بالكم شباب طبعا هون حبايبنا هون في يعني كثير يعني جواز وهدايا وحزم وكل شيء يعني تقريبا المتجر شباب المتجر هو المتجر العادي تقريبا هو موجود هون بنرجع المجموعه شايف هون عندنا السكنات اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على الحبيب سكنات السيارات وما السيارات هذا هو شباب يعني كثير من الاشياء شايفوا معي كيف هون في كثير اشياء شباب ممكن تحصلوا عليها طبعا هذا الحدث اكيد راح تنتهي عمليه الشراء في 29 يعني من هون تقريبا مطور معلم حبيبي والله تمام طبعا هون شباب في هون طريقتين اذا عندك جواهر طبعا بتقدر تستخدمهم عن طريق الجواهر او تقدر تحرك هذا الحدث عن طريق الجواهر ممكن مثلا تحب مثلا
تستخدم تجمع جوار عشان تشتري اشياء ثانيه واشياء ثانيه. المهم شاب انا جوار حبايبنا الكلام راح افرجيكم السكين النازل هذا الشاب لازم جرب هذا السكين رمضان معنا ضروري. طبعا راح اشوف انا كمان نفس الوقت شو موجود عندي هون شو اقدر يلزمني واقدر احصل عليه. طولوا بالكم معلم هون اشياء الحزم تمام انا هون الحزم هون معلم سكنات حزم وما حزم باللوز عنا يعني الصراحه في كثير اشياء حلوه ماشي حالها. هات نشوف شو موجود شايف الموجود معلم قول لي اوكي في شخصيات كمان ولا ما في شخصيات؟ لازم يكون في شخصيات، في شخصيات ماكسيم يعني شخصية مهمة معلم تمام التمام اوكي يا ليديز اند جنتلمان عندنا هذا السكين جديد وهذا سكين جديد وهذا كله دول سكينات جديدة اوكي شباب راح نحصل عليهم تمام راح نجيبهم بجواهر طول بالكم راح نجي لهون راح نعمل استخدام جواهر شباب راح نجيب كم جواهر عشان نفرجيكم اياهم كيف شكلهم يعني اوكي نجيب هذول كلياتهم باللوز حزمة اللب وما لب وما علم نعمل هذول كذا هذول كل اللي فوق نزلت جداد تمام وهي اللحية معلم هي اللحية معلم نجيبها هي اللحية كمان حلو تمام شباب هذول أهم الأشياء الموجودة الآن بهذا الحدث اللي شفته تمام التمام هذا هو هذا هو باللوز أوكي شباب راح ندخل على الوين راح ندخل لوين راح نطلع من هون اوكي طبعا شباب نزل حدث الدينو شباب نزلت لكم تسريب عنه شباب لهيك ما نزلت لكم المقطع عن الحدث هذا الدينو اوكي هذا السكين اوكي يا ستير اوكي anyway خلينا ندخل على الخزنه شباب نشوف شوف جبنا وما جبنا يا سلام عليك اوكي هاي اللحيه معلم اللحيه الجديده يا سلام عليك يا سلام اللوز والله في لحيه بتشبه هاي بس ولكن غير شكل اوكي هاي اللحيه الجديده معلم تمام تمام ندخل على الاخرى هون معلم في سكين صراحه يعني في سكنين هذول السكنين الجداد شباب هذا وهذا يا سلام باللوز معلم صح شباب راح اجرب هذا السكن هذا مش يعني كثير حلو السكن هيك على رمضان يعني يذكرني بايام برنس اوف بيرس يا معلم يا سلام عليك اوكي خلينا نطلع هذا السكن شباب جربه تمام هذا السكن هذا موجود شوي راح نجرب تعرف شو راح نجرب السكن بالنسبه للبنات معلم خليهم هيك معلم خليهم هيك على حالهم هيك ماشي شلون قول لي والله هذا مش بهذا الشعر هذيك الحمر تمام التمام اوكي خلينا ندخل نجرب هذا السكن شباب هذا السكين هذا الصراحة لازم نشوف شكله معلم هذا السكين اوه مع اللحية معلم صار وضعه باللوز يلا ادخل نشوف اوتمانو اوكي يا جميلين مثل ما انتم شايفين حبايبنا هذا هو السكين الجديد راح هذا السكين يعني بالنسبة لي شباب السكين الرئيسي بالحدث تبع رمضان يعني شفنا يعني حدث يعني شكل رمضان شكل يعني هيك يعني هيك كيف سموها ايام زمان هيك يعني فهمت علي كيف شي باللوز تعال ندخل نشوف شكله بالله معلم على السريع حبايبنا مشان نجي لهون ناخذ اثنين بربر على السريع حبايبي على شباب ما بدي اتكلم كثير معلم يعني بتعرف معلم الدنيا رسيام وحبيبي والله خير هاي ريح شوي على رواق وبالمناسبه كل عام وانتم بألف خير وجمعه مبارك عليكم يا ستير تعالوا هون معلم اجاكم المفارس الفارس ايام زمان معلم المحارب القديم تعالوا شوفوا خذلو اخي خلينا معلم خلينا معلم أو. اوكي معلم بدا اسمه شو الاسم باللوز اوكي يا شبابنا اوكي يا اساطير تمام اوكي ليديز اند جنتلمان هيك بكون تم مقطع اليوم يا اساطير بنفس الوقت شباب في هون مكافأة قول لي شو هذا نعم مكافأة موسم جديد اوه باللوز هاي معلم تمام انت تو تربك على شباب الجزء السيزون جدد معلم يا سلام عليك اوكي هات لناخذ هذول كلياتهم معلم اوكي شباب ومعناتها اليوم اولي تمام التمام حبايبي اوكي ليديز اند جنتلمان الله يسعد لي اياكم يا اساطير طبعا حبايبنا اللي منكم في كثير منكم بيعرف وكثير ما بيعرف يا اساطير انا دائما بفتح بثوث مباشره شباب يعني صراحه انا يعني الفيديوهات اللي قديمه ما كنت عم بذكركم هذا الشيء بس دائما بفتح بثوث مباشره شباب صار تقريبا 4 سنوات حبايبي والله على منصه الفيسبوك يا اساطير تعالوا شرفونا على البثوث مباشره شباب عم نعمل لعبتكم المفضله يا شباب لعب فري فاير طبعا اوكي وبنفس الوقت شباب عم نعمل بنلعب بلشنا يعني بدايه حياه جديده فهمتوا على كيف يعني اللي هي الحياه الواقعيه اللي هي جي تي الار بي صراحه شباب عم نستمتع كثير شباب سهرات حلوه وكثير باللوز شباب سهرات رمضانيه يلا اليوم ان شاء الله اليوم رح نلتقي مع بعض على البث المباشر
So, ladies and gentlemen, بشوفكم من بعد إن شاء الله يا أساطير. حاول نفتح لكم بس بعد قبل الإفطار. ولا تنسوا تتابعونا على الفيسبوك شباب على الستريم. صراحة يعني أشياء كتير حلوة عم بتصير معنا وكتير أسطورية. لك يا حلوين بدعي الكل يجي معنا يعني يجي على البث، لأنه شباب أغلب التوزيع الجواز بنفس الوقت شباب بتكون على البث المباشر. فهمتوا علي كيف؟ لك شباب اللي عم يجي بقلع عليكم وأنا بيكون عم بتشاهد باليوتيوب ما بعرف إنه بفتح بسوس معلم. تعال على الفيسبوك كل شيء موجود هناك مع لعب حبيب والله. So ladies and gentlemen، عايزين الكلام، أتمنى لكم صحة فطوركم وصحة صيامكم وبس معلم. أنا حطم عليكم أكثر من أخذ من وقتهم 10 دقائق. سلام عليكم.